السلام عليكم، هذا أنا، اسمي عبد العزيز الطولان الشولان الشم المري، هذه سيارتي. يوم من الأيام أنا كنت حسران، فما عليكم من الزنوبات اللي أنا لابسه، عليكم من لبسي. أنا كنت حسران، توجهت إلى أقرب دورة المياه، فكالعادة جالس أدق الباب أنتظر الشخص اللي داخل يخلص عشان أقضي حاجتي، فما قدرت أتمالك نفسي، وكالعادة كأي شخص مثلي ومثل غيري دورت لي أقرب زاوية عشان أقضي حاجتي فبديت. لكن وقتها أنا تذكرت وسمعت صوت السيارة، فتذكرت أن السيارة مفتوحة ما قفلتها، إلا كذا رحت أتأكد من السيارة وما لقيتها. طبعا أيوة سيارتين سرقت، يا ليت اللي سرقوها رجال. لا 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 لا، تبي تشوفون؟ هذا هو البنات، البنتين، البنت اللي لابسة أحمر والبنت اللي لابسة ما أدري إيش. الله على الجلسة، ما عليكم من الجلسة، أنتوا اللي عليكم إيش راح تسوي هالبنات مع سيارتي. فزي ما تشوفون البنت ما شاء الله عليها تعرف تسوق، أنا أضمن لكم. لا دقيقة دقيقة دقيقة، أنا عارف عارف يا جماعة الخير اللي صار صار، لكن نبي نتأكد هل البنت الثانية هل ما زالت على قيد الحياة أو انتقلت إلى رحمة الله تعالى. فزي ما تشوفون هذه كأنها ما سوت شيء، البنت ماتت وهي like I don't care I don't give a shit about her. فأنا قررت أني أروح، أنا الآن بنت. أيوة أوه طبعا أنت ما عليك هل الرجال الآن على قيد الحياة أم أنتقل رحمة الله تعالى، أنت كل اللي عليك تشوف كيف البنت تسوق السيارة. شوفوا شوفوا طبعا أنت كي تفكر الآن الرجال اللي تشوفونه ليش طاح؟ طبعا أكيد أنت راح تسأل نفسك وبتسأل مرة ثانية ليش طاح مرة ثانية، لكن المرة هذه أكيد ما راح تسأل لأنك شفت اللي صار. فإن لله وإنا إليه راجعون. الله الله، شوف التصوير الاحترافي. Wait a second، لحظة من فضلك. أوكي أوه أيوة السيارة انقلبت. لا ومع ذلك تحصل البنت تصور نفسها قدام العالم. Man I don't care، كل اللي علي اني اصور نفسي وانشرها في الانستغرام والتويتر. علمي علمك والله ما ادري. دقيقة لا تسألن البنت ليش تسوق هذا السيارة هذه وليش تسحبها، لانك انت تعرف، انت يا رجل انت تعرف ليش تسحبها. ف I don't care I only care His dad is my car. God damn son. لا تسألني وين توديها أو وش تسوي فيها. دقيقة يا إخوان، البنت ودت سيارتي في النفق داخل تحت الجبل. أيوة بس البنت وينها؟ أوكي هذه هي. أوكي بنت جالسة كده. طيب بنت سيارتي. اهو تمام، لكن لحظة من فضلك، ومن هو هذا الشخص الظريف الجميل المرعب؟ او ماي جاد انه جوكر. God damn son. هذه الان تسوي لسيارتي ابجريد، يعني تطور. اوكي ما شاء الله، حتى تقدر تحصل كل الاجهزة. دقيقة هذا الجوكر، فكل اللي أعرفه وكل اللي أحسه إنه راح يضبط سيارتي. شكرا لك يا جوكر، لكن ما هو هذا كل الدرم اللي وراء؟ طبعا خلينا نتعرف على هذا الشيء، أنا وياك
You and me. زي ما تشوفون الآن الجوكر والبنت واقفين جنب بعض ينتظرون شيء. Oh my goodness. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سيارتي؟ هذا الشخص؟ وش سويت يا البنت؟ شوف الدرم كيف تكهرب ورا، والأجهزة اللي فوق السيارة واللي على الكبوت. يا بنت please forgive me. What the hell is going on? God damn. ما عليكم ما عليكم، انتم انتظروا انتظروا الفيديو الجاي وراح تعرف كل شيء عن هذا الفيديو. ايش سويت مع سيارتي والبنت هذه من، وايش المحطوط ورا في السيارة. لكن انا اقدر اضمن لكم ان هذه البنت ما شاء الله عليها بنت، يمكنها احسن بنت في العالم لانها ضبطت سيارتي. شوفوا كيف ما شاء الله، شوفوا الداخلية من داخل. الله مسجل. لحظة لحظة، God damn. وش اللي صار؟ الو شغال المايك؟ الو 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 يا مشتركين دبل اس ون حمودي، يا مهندس تعال تعال شوف الفيديو حقي خرب، تعال يلعن شكلك يا شيخ تعال. Oh.